رجعنا لكم بموديل جديد، هنحاول نوريكم لي ديطاي ديال الموديل. يا بخي نعطيكم لي كولور ديالو. فيه هاد الجويب لي مونش بالغيبون، فيه الحزام التحتاني لي مونش والفوقاني، دو بياس مبره محفره الكاليتي، شي حاجه داويه على راسها. غنوريكم اللوينات، واللي بغى شي حاجه يدير سكرين تنديروا لا ليفغيزون بارشو. المحل ديالنا اكريم زازا اللي في عين البرجه اللي في زنقه الخزامه، تنديروا لا ليفغيزون بارشو. اللوين الثاني الثالث الرابع والخامس، بالنسبه للنفيسات ولا اللي كتبغي شي حاجه محترمه في الدار، دو بياس فيها الطويله وفيها البينوار ديالها بجوج بهم بلي مونش. مرحبا بكم، كنديروا لا ليفغيزون بارشو. اللي بغى شي حاجه يدير سكرين نحاول نجيب لكم واحد الدواره باش نوريكم هاد لي موديل، واخا ما غيمكنش ليا كاملين، ولكن كاينين بزاف ديال لي موديل جداد وفيهم ثمن ريزونابل. اللي بغى شي حاجه يدير سكرين مرحبا بكم عند اكريم زازا، كيف ما معودكم ديما الجديد الموديلات الكاليتي وباحسن الاثمنه.